أخوتي وأخواتي الكرام، عدنا لكم من جديد. معكم عبود، ومن هنا ومن أرض الشمال، ومن قدام البيوت المدمرة زي ما انتم شايفين، قدام برض الجوامع والمحلات وحتى المستشفيات المدمرة والبسكليتات. أما من هنا من شمال القطاع فإحنا يعني عدنا للحياة مجددا، بس هذه المرة بدون لا أكل ولا شرب. يعني تسألنا إيش مقومات الحياة عندكم؟ فيش إشي شيء. والله وشد، يعني مقومات الحياة عندنا علاف حيوانات اللي بتتكلش، يعني الحيوانات تاكلهاش بس احنا غصبا عنا بدنا ناكلها. ثانيا ايش احنا بناكل؟ الميه انتوا كلكم عارفينها، 19 فيديو عملت لكم، كلنا كل يوم بيزداد سوق، يعني فوق ما هو علاف حيوانات وبيغلى سعره. يعني عمرك شفت كيس طحين وصل حقه 500 دولار؟ 500 دولار صار اغلى منك. صرنا والله بتحسنا عايشين بالمالديف، مش هيك يا برو؟ عملوا لنا. المهم يعني بدنا طحين، بدنا نعيش.